بمناسبة تحديد ذكرى اليوم الوطني للصحفي، نتمنى عيد سعيد لجميع الزملاء والزميلات المجهودات التي يقومون بها، متمنيا لهم المزيد من النجاحات في شتى المجالات خدمة لتنمية الولاية وخدمة للنهوض في الاقتصاد وكل المجالات التي تسحر بها ولاية عين تموشب. وشكرا للجميع وكل عام وهم بألف خير إن شاء الله. اليوم استدعيت من طرف الإدارة الجامعة عين تيموشنت كطالبة لأحضر ندوة صحفية وتعرفت عن الصحافة وما معنى الصحافة، وأتمنى أن أكون صحفية في المستقبل إن شاء الله. وشكرا. بليري محمد أمين عام لمنظمة الوطنية أبناء المجاهدين، بمناسبة هذا اليوم طيب شهر الشهداء والمجاهدين و17 أكتوبر ويوم الصحافة الوطنية، احنا بكل فخر اننا عندنا صحافة مكتوبة سمعية، والدولة الجزائرية راح تتطور مع هذا، ويقول لك الصحافة سي السلطة الرابعة، واحنا ماذا بينا فرحانين باش تجيبوا لنا الخبر وتعلموا انتم اقرب للشعب، واحنا من الناس اللي اقرب للشعب نحبوه، وهذه الصحافة راح تمد المعلومة وان شاء الله تزيدوا تتكونوا وتعرفوا الحدث. وشكرا الصحافة وكل عام بخير. مدى رحيل بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف 22 أكتوبر من كل سنة، أود أن أقدم أحر التهاني لكافة الزملاء هنا بولاية عين تموشنت وعبر التراب الوطني كاملا، ونقول لهم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير وشكرا. Thank you.